تستهزئين بي؟ لا لا والله انا احب دائما اضحك. هسه اذا اشمر على الجنه اخليك هنا راسي وراس. يلا شو اسوي؟ راسي هيك راسي وراس اخليك تسوي. سامة انت من وين صغيرة؟ ضحكوا له دفعت ملي. يلا دفعت ملي. عيب عيب عيب. يا حلوة يا عجبتني ما شنو؟ انت تكون روحك رياضية وتستقبل اللي ينقد والمقتنع وتنطينا رأيك. انت رأيي؟ بالضبط ما مقتنعة، انت اقنعها ليش ما تمنعها؟ انت تقول انا عندي قدرة وعندي إمكانية. تعطيني اسمها، شو اسمها هي؟ انا اسمي اسمي الدبة التخينة. شنو تستهزئين؟ الدبة التخينة. طيب اسمي شباب خليني اشوف شنو حياتك. طيني هسه هسه طيني طيني مجال. اهلي دبدوبة التخينة يا عمي والعالم تخين. هسه اعطيك خرزة خليني اصير عودة ضعيفة. لا 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 ما يحتاج اني قصيت مدرعة اصير عودة. يعني حضرتك عالم روحاني ممكن تقرا لي اللي خشب قلبي. شعرش دعاية شعرش دعاية مال خزة خزة تدرين له لا. لا والله ما عندي مال قوس قزح، عندي مال صابون، عندي قرطاسية، عندي هواي أشياء، شامبو، زاهي، قاصر، تشوارات، بس قوس قزح على حياتي حبتني. يا بحجيهم عباس. هي حبتني بس على حياتي. وين شايفتني بقوس قزح؟ أقول لك قوس قزح يسوي له دعاية أول مرة اسمع. أقول لك أنت حبيتيني. قوس قزح. حبيتيني. حبتني بس على حياتي. لابسة الأحمر. دعاية مرمان. انت صرت من البداية عصبي والمفروض تكون هادي. اي متوتر. يعني دا احاول الطف الجو اضحك وافرفش بيكم. تلطفين الجو انت اطر وتلطفين الجو. يا ابني يا امي روحي ببيتك اذا انت هيك متوتر. انت مو مال حلقة روحي ببيتك. شنو انت مال حلقة؟ خلي اللقاءات النا.